صباح الخير على أحلى متابعين، أهلا بكم في قناتي قناة ماما سوزو. النهاردة محتارة هعمل ايه. النهاردة الخميس بيبقى يوم صعب شوية، بقى طول الأسبوع بتشتغلي وما عندكش استعداد بقى تشتغلي الخميس بقى، ما عنديش حاجة، مكسلة أطلع حاجة. فقلت ايه، أنا عندي وركين فراخ كانوا فاضلين ما سلقاهم، وقلت اعملهم شاورمة فراخ. خليتهم، انا طلعت العظم منهم وشلت الجلد طبعا وهم دول او كده، وهعملهم شاورمة فراخ. طبعا ما عنديش فلفل الوان الا فلفل اخضر رومي بس. خلي بالك الفلفل الاخضر الرومي دول طلعوا ديكوره مش طلعوا نتايات. هوصف لكم مرة في فيديو تاني اجيب نتيات وذكرة في الفلفل واقول لكم الفرق بقى في الطعم وكل حاجة فيه. هنا حطيت حبة زيت، يعني معلقتين ثلاثة زيت. هنا بصل، الزيت اتسخن. هنا بصل، هنزله الاول البصل. بسم الله بسم الله. عايزة اقول لكم لما يكون بتعملي شاورما وهي مستوية الفراخ، يعني ربع فرخة ونص فرخة مستوي عندك وفاضل، تحطي البصلة الأول. وأنا رش على البصلة شوية سكر بسيط، أحمرها بس شوية تبيض وتدبل بس. وبعدين هقول لكم هعمل فيها إيه. أول ما بتدبل أهي كده بنزل الفلفل عليها. ياخد له اللون كده، الريحه هتطلع بتاعته حلوه قوي كده. وبرده هقول لكم هعمل ايه. خلاص كده الفلفل والبصله بداوا يدبلوا، هنزل الفراخ اللي هي خليها انا من العظم والجلد. شايفين بقى كده، هنزل بقى عليها ايه، البهارات. البهارات عبارة عن ايه، ملح، فلفل اسود، كاري، بهارات شاورما، بابريكا، كركم، مش اكتر بقى. عندك هنا في 7 بهارات كمان، يعني حبات صغيرة جدا، والملح يكون حبة صغيرة جدا عشان هي طبعا كانت مسلوقة قبل كده ومحدقة يعني. خلاص هنزل عليها كله ده. ريحة جنان جنان، جميلة قوي قوي قوي. عايزة انزل الملح كله، هقلبهم كام تقليبة. وبرضه هعمل ايه تاني، هنزل عليهم شوية مية صغيرين، يا دافية يا من الحنفية مش مشكلة، تستوي شوية بيهم الجوز، مش هتاخد وقت. شاملين معايا ريحة جميلة حلوة قوي. البهارات ده حاجة جميلة قوي، اختراع جميل. شايفين الجمال كده، ما خدتش وقت، 5 دقايق على النار. خلاص كده تقدري تعمليها في اي، تكوني مشغوله وراكي مشوار اي، ما مكسله زي النهارده ملكيش مزاج تعملي اكل، فده دي تكسب دخانه في البيت. وتقطعيها كده كويس تمام، هتطفي عليها وهوريها لك كده. خلاص تقدري بقى تكوني عندك عيش كريب، ما عندكيش عيش فينو، عيش بلدي، اي حاجه، وتعملي جنبيه بطاطس المحمره جنب ولادك. افتكر كل بيت بيبقى فيه بطاطس، انا عامله بطاطس محمره مع عيش فينو. فكده اقتصار وحسب ظروف الواحده. انا يعني ساعات بقوم مش مكسله، لا تعبانه شويه ما بقدرش اعمل حاجه مثلا، تقدري تطلعي اللي عندك تعمليه كده. وفرنا يوم وعدى يوم وبالهنا والشفا. واقول لكم لو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم مني كل جديد. والى اللقاء
في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو، وما تنسوش التعليقات بتاعتكم اللي بتساعدني. باي باي. تعالوا شوفوا النهاردة انا عملت الشاورما دي، شاورمة الفراخ بأقل تكلفة. تقدري تعمليها اي ما تعبانة، عشاء، اي وقت تقدري تعمليها، ومش لازم فلفل الوان، اي حاجة عندك. ما توقفيش نفسك وتقولي ما عنديش وما عنديش، لا، اعملي اعملي كل حاجة. طب يلا نشوف الطريقة ازاي وعملتها ازاي، وما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله ونصلي على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.